حياتي مشيت زي ما رسمتها بالظبط. خدت كل اللي انا عايزاه، نجاح، جمال، فلوس، ولد وبنت زي القمر، يعني زي ما بيقولوا في المسلسلات العربي. حققت ذاتي وحسبتي طلعت زي ما حسبتها بالظبط، بس للاسف بشكل ظاهري بس. لا طبعا، الحسبة ما طلعتش زي ما حسبناها، طلعت أحسن 100 مرة. رغم تحفظي على كلمة بشكل ظاهري دي، أهدي بتفكرني لما الواحد مننا يجي يقول لحد أنت كويس، يقول له أنت كويس لكن أهي. لكن دي بقى أكتر كلمة بتنرفزني. إحنا رسمنا طموحنا وحققناه، رسمناه بقلم حبر مش رصاص، علشان كده معرفناش نعدل فيه، ونسينا كمان نحط له سقف. حتى طعم نجاحنا انت خليته مر بخيانتك. بقى يعني عشان شوية أخطاء صغيرة تنسي عمر بحاله؟ هاي الأخطاء دي لا يمكن الست تنساها. أنا مش راضي بحكمك، أنا راضي بحكم الناس. وأنا كمان راضية بحكم الناس. شوفونا في مطلوب رجال على الـ MBC 4.